ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال بس؟ بخير والحمد لله. نعم يا أختي. الحمد لله شيخنا. أنا إنسان أعطتني، قلت لي عادي له وشرحي له وضعي. نعم، قولي لي سؤالك يا أختي. هذه الإنسانة تزوجت من شخص سلفي متدين، لكن كي تزوجت اتضح انه هو لباسه ولحياه ومع الناس بالخارج سلفي، لكن معها لا، هي ممنوع عليها تلبس، ممنوع تخرج، ممنوع تدخل، يعني بلا عليها في الدار وحدها، حتى واحد ما تشوفها، حتى واحد ما تلقاه. ومن بعد ولات بالحمل، كي ولات بالحمل قالها لازم يكون اطفال، هي خرجت بنت. استغفر الله، عاودي لي. قالها لازم يكون طفل. طبعا قالها لازم يكون طفل. وعليها المرأة هي اللي تحدد يكون طفل ولا يكون طفلة، هذا الأمر بيدها. للأسف هذا رجل جاهل، هذا ما هو لا سلفي ولا متدين، هذا إنسان جاهل. زيدي كملي سؤالك. خرجت بنت، كي خرجت بنت كي تقول لها جيب لي الحليب وكامل ولا يضربها ويقولها قتليها ما نحتاجهاش انا، قالها لازم لي ولد مش بنت. قالها اقتليها اقتليها. قالها قلت لك هذا رجل جاهل، ما زال عايش في الجاهلية. واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت، هذا راهو في الجاهلية. زيدي كملي يا اختي. ومن بعد البنت كبرت ولا عندها 4 سنين، المرأة ما تخرج من عليها وحدها، ما عندهاش حتى دار، شمبرا وحدها كحلة طيب فيها، تدوج فيها، كلش فيها، وهو عايش حياته، يلبس يخرج يحضر العرس يحضر مناسبات حفلات يحضر كلش، غير هي لا. قولي لي سؤالك. الله يرضى عليك يا أختي. اليوم هي روحت لدار والديها، ما حبش ترجع، هو راهي يتهم فيها انه راهي تهضر مع رجال من غيره، وعلى هذا ما حبش ترجع له. طلبت من برك شيخ تطلب لها انه ربي يهديه ويبعدها عليه. وهي تريد ان تعود اليه ولا تريد الطلاق؟ يعني تريد الطلاق. هي تريد الطلاق. نعم. واذا ارادت الطلاق وتروح للمحكمة لا يطلقها الا القاضي. هو ما قبلش. ويقبل ولا ما يقبلش؟ هي إذا أرادت، يعني إذا أرادت، أنا مانيش نشجع فيها، ولكن إذا شافت بلي هذا رجل جاهل، لرجل يقول الموت قتليها وهي حية ترزق أقتليها، هذا أمر بالقتل، هذا مجرم، هذا خطيك من لحيته وقندورته، هذا قاع خداع في الخداع. إذا تأكد عندها هذه المسألة فتذهب إلى القاضي يطلقها، يحب ولا ما يحبش يا أختي؟ شيخنا مرة بنتها خرجت لها للطريق، راحت تجري باش ترجعها، وقت اللي بترجعها لقات رجل، لقات خو راجلها عند الباب حكم البنت ومدها لها، كي شدتها عليه ضربها وسبها وقالها خنتيني مع خويا وخنتي شرفي. خانته مع خوه لان بنتها راحت للطريق وممكن تضربها السيارة فتقتلها، وهي راحت تجري، خوه شد له بنته وسلكها واعطاها الموت خوه، فأصبحت خيانة هذه. نعم. وهذا مريض نفسي يا أختي، هذا مريض نفسي، يعني عليه أن يعالج، يعني عليه أن يعالج. الفائدة الذي آلمني في هذه القصة أنه يقولها لازم يكون ولد، لازم يكون ولد، وهذا الولد والبنت يحدده الله جل جلاله، لا يحدده أحد، وليست المرأة مسؤولة عن جنس الجنين.